حسين، 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 تعالي. اوعى جرالك ايه؟ اوعى، انت فاكر نفسك لسه في شهر العسل؟ ايوه شهر عسل، وهيفضل طول عمره شهر عسل. اوعى، لا حسين الفوطة يلا يلا يا هبه اتوبيس المدرسه. اهلا. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. سعيده بقى. انت عندك امتحان النهارده مش كده؟ ايوه. عاوزك تجيبي اعلى نمر في الامتحان. ها؟ طبعا ده انا مذاكره كويس قوي، حتى اسال ماما. برافو. مع السلامة. باي باي. هتروح الجمعية امتى؟ بعد ما اعمل شعر. اول ما تخلصي فوتي عليا عشان نرجع سوا. احنا نزلنا شكر الاستاذ حسين في جميع الجرايد عشان التبرع اللي قدمه لنا. بس حسين هيتضايق. مش معقول، ده في ناس بتدفع وبتتحايل علينا عشان نشكرها في الجرايد. بيحبوا الدعايه، لكن حسين مش كده. ارجوكي بلاش. اللي يريحك. اتفضل يا استاذ حسين. هضرب كمبيالات، كل كمبياله ب 150 جنيه. كمبيالات ايه يا معلم شعلان؟ كفايه العقد اللي بينا، ولما يكون معاك هتيجي تسدد، ما معاكش يبقى لما ربنا يفرجها.
يا سلام. الحقيقة بقى أنا ما شفتش تاجر بيتعامل بالشرف والأمانة زيك. ربنا يديم المعروف يا معلم شعلان. خد بضاعتك وتوكل على الله. سلام عليكم. مع السلامة. ولا طلع البالة دي فوق. إزاي الصحة يا عم الحاج؟ أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا. أهلا يا حاج. أهلا. إزيك يا حسين؟ الحمد لله. وإزاي سحر والبنت الأمورة؟ بيبوسوا إيديك. أنا جايب لك بشرة عظيمة جدا يا حسين. أنت كلك خير يا حاج. مبروك يا سيدي. خير. المزاد رسي عليك. بس بيني وبينك دي مغامرة إنك ترمي في لطو واحد رسمالك كله. ربنا موجود يا حاج. بقول إيه؟ المعلم كرم مستعد يدفع عرق ويشيل هو. انت ما ترضاهاش يا حاج. انا من يوم ما مسكت الشغل ما فكرتش في حكايه العرق دي. انت حر يا حسين. انا بس بطمنك. لا اطمن، انا ماشي صح. بالتاكيد. مبروك يا محمود، خرجت امتى؟ لسه سخن. ايام بتجري وسنين بتبرطع. انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ دنيا دواره. برافو عليك انك جيت، ده انت كنت وحشني قوي. كل حاجه في البلد اتغيرت، بيوت اتهدت وغيرها اتبنى، حتت بحالها ما تلاقيهاش اصلا. كل دي الدنيا بتتغير يا محمود، ايش حال بقى الناس؟ الناس لما تتغير، اللي كانوا صغيرين كبروا، والكبار صغروا، انت لسه خارج وتلاقيك محتاج مصاريف. فين احمد زاهر؟ انت لسه فاكره؟ فين احمد زاهر؟ معرفش والنبي يا محمود. فين احمد زاهر يا الهام؟ متدور عليه، انا معرفش عنه حاجه من يوم القضيه. ايه
مات؟ ما هو؟ ما هو لو كان مات يبقى من واجب الصداء ان انا اروح اقري عليه. بعد ما اتحكم عليك الشله اتفركشت وكل واحد راح لحاله. يعني دلوقتي مفيش شله؟ لا مفيش. يا الف خساره. محمود ارجوك. انا اللي ارجوك يا الهام. انا النهارده اعمى، عايز اللي ينور لي طريقي وبعد كده يسيبني امشي لوحدي. تاكدي اني همشي لوحدي كويس جدا، بس بعد ما تقولي لي فين احمد زاهي. معرفش معرفش. عليكي وصوتك بيقول انك تعرفي فين احمد زاهي. يوسف الاستاذ يبقى ابن عمها وراضع عليها، يعني اخوها. وحضرتك؟ خطيبي. انا قلت كده من بصته ليا الغيره نظره في عينيه اول ما شافني ماسك. اصل انا كنت سايبها صغيره وجيت لقيتها كبيره فرحت بيها بصراحه. استاذ ايه بس من خدها. عن اذنك يا محمود، اصلنا مرتبطين بميعاد. ما تتفضل معانا. بالسلامه انت يا ابو حجاج اللي في سني، تلاقيهم ناموا من بدري. يا حبي انت يا حبي. كل سنة وانت طيبة. حلو قوي يا حبيبي، مع اني اتصورت انك نسيت. انا كمان كنت فاكر انك نسيت. وبعدين؟ لغاية ما ظبطتك قبل ما تنزلي وانت بتحطي هديتي تحت مخدة السرير. ترقصي؟ تاني؟ تاني. يلا. لا نور الكفاية. يوسف وبعدين معك حزن. يوسف بعدين معك حزن. يوسف اوعى يا مجنون هزعل منك. قوم يا يوسف قوم، بلاش كسل، نشرب لنا كاسين وغضب لنا القعد. يلا يا حبيبي جري. هوا. انت ايه اللي جابك تاني ودخلت هنا ازاي؟ مش سلم اللي وراني، اصل معمول للشغالين واللي زي حالاتي. انت عايز ايه؟ عايش في الضلمة. وانا مالي يا اخي وانا مالي؟ انت تنوري لي طريق. انت تبعد عني احسن لك. فين احمد زاهر؟ التلج ساح وفلي. التلج ساح ساح. احمد زاهر بقى شخص تاني، عايش في جو غير اللي بالك فيه. لا 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 يا ترى ترى لا 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 حط التلج. يعني مش هينفعك. انا ادرى اذا كان هينفعني ولا لا. ما تخافيش، مش هقوله ان انت دلتيني على طريقه. اوه مامي اوه مامي مامي بلو. الله جميل. اوه مامي او مامي مامي بلو. لا 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 لا. يا لولو المزه طازه والحال عاجبني. يلا جميل. خطيبك لو شافنا كده هيفهم اننا مش راضيين على بعض. انطقي.
فين احمد زاهر؟ بابا بابا. اهلا. انا جاوبت على كل الاسئله صح. برافو عليكي، هديكي مكافاه 100 جنيه بس مش هديهم لك في ايدك، هشيلهم لك في الدفتر بتاعك. ميرسي قوي يا بابا. ممكن تعتبرني انا الدفتر؟ ممكن بقاله كتير مستنيك يا بابا. هبة ظريفة جدا. بإذن الله هتطلع نبغى. ومن شابه أباه فما ظل. يعني أنا شبه بابا؟ اطلعي فوق يا هبة. أهلا محمود. اتفضل. متشكر. اتفضل. لا مش ممكن، ما يصحش. حضرتك الأول. اتفضل ادخل. متشكر. بالأحضان بالأحضان يا حبيبي. يا سلام على الدنيا وحياة الأخوة. أنا حايش دموع الفرح من عيني، عايز أعيط من الفرحة، وأنا حاسس كمان إنك عايز تعيط. كام سنة ما شفتكش. واضح واضح انك خاك قريب. لسه سخن. لقيت الدنيا اتغيرت. زمايلي وحبايبي اللي طول عمري خيري عليهم هربوا مني. حتى الهام رحت لها مرتين انكرت نفسها. سيبك انت، الناس معادن ابو حميد واخويا معدن واصيل، عشان كده ربنا فتح عليه. ربنا يزيدك من نعيمه يا احمد زاهر. محمود اعتقد انك فاهم كويس جدا ان اسم احمد زاهر ده. لا ما تاخذنيش بالفرحه، نسيت نسيت انك رجعت لاسمك الاولاني حسين بيه. حسين بيه بصراحه لايق عليك. يعني انا لو كنت هربت في اليوم المشروب كنت قدرت اعمل زيك كده، ابقى صاحب مخزن خرده وتاجر له كلمه في السوق. جدع. الشاطر هو اللي يعرف امتى يستكفى. الدنيا اتغيرت والبوليس بقى مفتح قوي. البوليس مفتح للي يكسب كسب غير مشروع. احنا النهارده غير زمان. ده انا خرجت من السجن بقول يا حيطة داريني. سيجارة. يا حسين بيه. لكن انا اخدت الحكم الواحد، عشان اما اخرج الاقي صاحب ياخد بايدي. ما هو لو كنت اتحبست معايا كنا خرجنا احنا الاتنين بنقول لله يا سيادي. اهلا ست هانم. اهلا. اسفه كنت فاكراك لوحدك. ما هو لوحده فعلا، لان احنا الاتنين شخص واحد. الاستاذ محمود شكري صاحبي من زمان، سحر مراتي. تشرفنا. اهلا اتفضلوا. ما شاء الله. بصراحه أنا بحسدك يا حسين بيه، والله وعرفت تنقي جمال وأدب وأخلاق. أنا من زمان وأنا نفسي أتعرف عليك يا مدام. أمال ليه ما شفتكش قبل كده؟ والله كنت في أشغال شقة، عمل متواصل ليل مع نهار. ناس أصحابنا حكموا رأيهم ياخدوني معاهم في رحلة، كان نفسهم كمان ياخدوا حسين بيه، لكن هو بقى طلع أشطر مني وهرب. اتفضل. تصوري يا مدام، بقالي سنين وانا بنام المغرب، لا سيما ولا مسرح
ولا كازينو. يا خبر ابيض، انت كنت فين بالظبط؟ هو انت ما قلتلهاش؟ انا يا صحر هانم كنت في السجن ناليزم، بلد غريبه جدا بعد سيجون بشويه. على العموم انا مبسوط قوي ان الرحله دي فاتت على خير، اصل الغربه وحشه قوي يا مدام، والحمد لله هبتدي حياه جديده وسط اصحابي واهلي وجنبي حسين بيه. استاذن انا بقى. الله، مش هنتغدى سوا؟ متشكر جدا، الايام جايه كتير. ما تخافش، سرك في رقبتي. شخصيته غريبة قوي. هو مين؟ محمود شكري. انت تعرفه من زمان؟ ما كناش بنفترق لحظة. حساب أستاذ حسين. دقيقة واحدة. خد يا عيني، هات الباقي. إيه دي؟ أنا من زمان وأنا نفسي أتعرف عليك. هات إزازة على الترابيزة يا عيني، وخلي كل الحساب عندي. اتفضل. واترفدت من مصلحة المساحة لسوء السلوك. ويطلع ايه سوء السلوك؟ غياب بدون اذن، خناقة مع رئيس الادارة، اهو كلام فارغ من ده. واللي حاسس في نفسي إيه؟ اني احسن مطبعجي في المساحة. باين عليك فنان، وانا بحب الفن والفنانين. كنت اشوفك هنا كل ليلة واقول في نفسي انك ضروري مظلوم في حياتي. مفيش فرق بين المظلوم والظالم، الناس كلها عينة واحدة. صح، تعجبني. انا هشغلك معايا، هكسبك دهب. هنا هتكون لوحدك تشتغل، ولما تتعب ترتاح، ولما ترتاح تشتغل. بس دي يعني ايه؟ ده سر بيني وبينك ومفيش مخلوق تالت يعرفه. ولو لا قدر الله انكشفنا، انا عامل لكل خطوة حسابها. شوف يا سحس، انا هعملك عقد ايجار البيت ده باسم احمد زاهر. مين احمد زاهر؟ انت. علشان محدش يعرف ان اللي ساكن هنا
حسين السيد رمضان. وحقك 10% من كل دفعة. موافق طبعا يا احمد زاهر. هاي الحسين، قصدي يا احمد يا زاهر. انا برضو كنت متأكد انك فنان كبير، بس انا ليا كلمة قبل ما نخش في الجد. تحت امرك. كنت قلت لي عمولتي كام؟ ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده. 10%. 50%. كويس؟ انت مجنون. يبقى زيك عشان ايه؟ مفيش داعي للزعل. عاجبك نشتغل، مش عاجبك نفض الشركة قبل ما نتورط مع بعض. كده الشرط نور. جدع، تعجبني يا احمد يا زاهر. تسمح تولع لي؟ شكرا. حقين على دائرة مليين وبيستعجلوا بكمية جديدة. البوليس كانوا مراقبينك. أنا؟ مش معقول. هنعمل إيه؟ يلا ورايا. احمد خد، هنتقابل يا احمد. Thank you.
مالك يا حسين؟ ابدا مفيش، ارهاق من الشغل. انا بشتغل محوالجي. محوالجي؟ اه. امال الهام بتقول انك صراف؟ ما هو الصراف محوالجي، استلم كذا الف جنيه واحلوجهم على داير المليم على العمال والموظفين. لو نقص قرش ولا سد قرش يبعتوا لي ملاقطه وسين وجيم ونون. اه افتكرتك محوالجي سكه حديد. يلا يا يوسف. ما هو بدري، اصلي تعبانه شويه. هسبقك اجيب تاكس. يا تاكس تاكس. انت ايه اللي جابك؟ الشوق. بتحبيه؟ ايوه. وانا بقيت ماضي في نظركم كلكم، مش عايزين تفتكروه. محمود انا بحب يوسف وهو بيحبني وهنتجوز. عشان محوالجي كل شهر بيستلم كذا الف جنيه ومن حبه يحولهم لك مره. ابدا يا محمود، ده انسان نظيف، علشان كده انا بحبه. محمود ارجوك ارجوك ابعد عننا، احنا عايشين انا وهو بالامانه والشرف. ايه حكايه الامانه والشرف دي؟ ما انا سايبكوا كويسين. انت ايه اللي جابك هنا؟ كده برضو؟ ده بدل ما تاخدني بالحضن؟ تعال. مش جاهز البوليس مراقبك؟ لا اطمن الجهاز، انا مفتح قوي. انت عاوز ايه؟ جاي اطمن عليك، هو احنا مش اصحاب ولا ايه؟ محمود ما كانش في داعي نتقابل هنا. ليه؟ مش قد المقام؟ يا اخي اعتبرني خرده، ما هي الخرده برضو ليها قيمه وبتجيب ملايين الجنيهات. انا فكرت في حالتك ولقيت من واجبي اني اساعدك. انت طبعا محتاج شغل عشان تعيش، بس ما يكونش في الخرده. حكيم انا ماليش روح للشغل طويل الاجل، عايز حاجه سهله تجيب فلوس صعبه. محمود يا شكري مش عايز لف ودوران، انا هشغلك في عمل تشقى او تتعب فيه. وليه ده كله؟ انا ما عملتش فيه غير كل خير، طول عمرنا بنكسب الالف في دقيقه. لفه المكنه كانت بتطبع ألف ولا نسيت؟ محمود مفيش داعي للكلام ده. حسين حسين. أهلا استهانم. إزيك يا أستاذ محمود؟ الله يسلمك. محدش شافك تاني ليه؟ بصراحة ما أحبش أكون تقيل على أصحابي. بالعكس، ده أنتوا أصحاب وزملاء كمان. هتروح ولا وراك شغل؟ هيروح، أنا اللي كنت معطله، بندردش مع بعض شوية. طب ما تيجوا نتغدى كلنا سوا وتتكلموا على كيفكم. أنا شخصيا ما عنديش مواعيد. خلاص يلا يا حسين. بصراحة الأكل لذيذ قوي، فرق كبير بينه وبين الأكل بتاع الغربة. والأستاذ محمود متجوز يا ترى؟ والله الرحلة ما ادتنيش فرصة، أصل أنا قبل ما أسافر كنت بعمل فلوس بكون نفسي. يعني لو جبت لك عروسة تتجوز؟ أوي، بس بشرط إنها تكون في نص أخلاقك وظرفك ولطفك. مش دي سدر ولا ورك؟ كله حلو. الواحد بيتمنى إن يكون له بيت سعيد وزوجة بتحبه وتخاف عليه، وانت أمورة كده زي هبة دي تساوي الدنيا بحالها، ولا ايه يا حسين بيه؟ مالك يا حسين؟ لا أبدا، شوية صداع. ما هو من قلة الأكل، أنا ملاحظ عليك ما بتاكلش. انت مشغول بحاجة؟ ما تتكلم يا حسين، في ايه؟ لا مفيش.
مش لازم الواحد يفكر ابدا وهو بياكل، لان المثل بيقول ساعة البطون تتوه العقول. ما تحاولش تفهمني اني في موقف الضعيف. طب انتصف نظري لو كان ده قصدي. انت من ساعة ما جيت اول مرة وفي مخك شيء معين، ايه هو؟ عرضت عليك انك تشتغل رفضت، تبقى عاوز ايه؟ ما تتكلم. اول ما خرجت من السجن كان كل همك تلاقي احمد زاهر، اديك لقيته، ايه المطلوب مني؟ الشنطة. الشنطة اللي خدتها. قول كده بقى. فين الشنطة؟ راحت. راحت فين؟ تصور 10 سنين في السجن قاعد صابر على الذل، وكل املي لما اخرج الاقي نصيبي. وقاعد افكر هعمل ايه ب10,000 جنيه. جاي دلوقتي تقولي راحت؟ احمد يا زاهر، احنا ولاد كار واحد، يعني ما صحش نضحك على بعض. انا عايز حقي. حقي وحقك راحوا، كل شيء راح. الحق عمره ما يضيع، واللي يسيب حقه ما يبقاش راجل. العز اللي انت فيه ده كله مش شنطه، الشنطة بتاعتي أنا، شريكة في كل أموالك دي بالنص. أنت مجنون. خليك أنت العاقل ونفذ اللي أقولك عليه. أنا لا جاي أسرقك ولا أنصب عليك، حقي لازم أخده وبالقوة. محمود يا شكري، ما تزعقش يا أرجوك. حسين، حسين، في إيه يا حسين؟ جوزك ده كل ما بناقشه في السياسة بينفعل ويزعق. اقول له هتلر كان غلطان، يقول لي لا، موسوليني هو اللي وداها في داهيه. بذمتك هتلر عيل صغير؟ ده لو كان عايش كانوا حكموه كمجرم حرب وحبسوه كمان. ما كنتش اعرف انك بتاع سياسه كمان. اوه ده سياسه كبير جدا. مرسي قوي يا هانم على العزومه. باي باي يا حسين، ابقى ادرس التاريخ كويس وبعدين هنتناقش. اسمع يا حسين، ايه رايك لو نجوزه دافيد هانم؟ اهي زيه وغاويه سياسه. هاتيلي اسبرين، عندي صداع. ادفع لكم 500 جنيه، والمشال عليا انا. مفيش فرق بيننا يا معلم كرم، بس اللي انت عرضه شوية، ولا ايه رأيك يا حسين؟ انا فين؟ في الأمان يا ابني، خليك مرتاح. مين انتوا؟ اهدى. مين انتوا؟ اهدى. أنا أبوها. مين؟ هي غلطانة، بس أرجوك مفيش داعي للمشاكل إنها كانت سايحة بدون رخصة. أنا جبت لك دكتور ومستعد أعالجك بفلوسي كلها. أنا كويس. الدكتور قال لازم تفضل مرتاح في سريرك لغاية ما تخف، وإذا كنت عايز تتصل بأهلك اديني عنوان أو تليفون وأنا أتصل بيهم. لا ما
مش عايز ابلغ حد، مش عايز. مسيركم تحتاجوا من عندي برضو ايوها حاجه، والناس لبعضيها. صباح الخير، احسن دلوقتي؟ انا بقالي كام يوم هنا؟ 4 ايام بلياليهم، وانت عمال تهلوس، الكوبري، الفلوس، السكر الحديد. ممكن الجورنال لو سمحتي؟ اتفضل. ثانية واحدة. مالك يا حسين؟ أنا تعبان، لازم أروح. عن إذنكم. مالك يا حسين؟ لا ابدا. في حاجه مضايقاك؟ ظروف الشغل. طب احكي لي. وقت تاني يا زهر. كنت عايز تقولي حاجه؟ كنت عايز افكرك بعيد ميلاد هبه. فاكر. متشكر. انا حاسس اني تقلت عليكم، من بكره همشي. طب بس فهمنا، هتروح على فين؟ لسه مش عارف يا عمي. يا ابني انت انسان نبيل، لانك رفضت تقبل اي مساعده مننا، فاقل ما فيها ان احنا نرد لك الجميل. ولا يا سحر؟ حاولت معاه كتير يا بابا، قلت له انه يشتغل عند حضرتك، مش عارفه ليه متردد. يا سيدي اشتغل شهر واحد، وان ما عجبكش الشغل يبقى سيبه. ها؟ قلت ايه؟ تحت امرك يا عمي. على خيرة الله. بقاله كم يوم ما حدش شافه. هو مين؟ محمود شكري. وانت عايزه تشوفيه ليه؟ اصل جسيت نبضة فيده هانم، لقيتها موافقه على الجواز. انت جرى لعقلك حاجه؟ ليه الاهتمام ده كله؟ انسان لا تعرفيه ولا يعرفك، مالك وماله؟ مش صاحبك يا حسين. ومن امتى بتهتم باصحابي انا؟ محدش دخل بيتنا غير محمود. ظروف معينه وانتهت، ومش عايزك تجيبي لي سيرته تاني، انت فاهمه؟ حسيت يوم ما عرفتكم اني اتولدت من جديد. خليتوني اتاكدت ان الدنيا لسه فيها خير بعد ما كنت عايش فيها. يعني هتفضل معانا على طول؟ والله لحد ما الحاج يقول لي امشي. امره ما هيقولك، لانك بقيت غالي قوي عنده. صحيح. هو انت لسه مش عارف؟ شاعري الاتنين بيحبوا بعض، واحنا فعلا بنحب بعض. محمود، انا عارف اني مالكش ذنب في اللي حصل، لان الشنطه ضاعت مني. حلو، قربنا نوصل. بس مش هقدر اديك اللي انت عاوزه. مش حلو. غصب عني يا محمود. ليه؟ ما انت مريش وحالتك فل. فلوسي كلها في السوق، ولسه طالع من مزاد حطيت فيه كل اللي عندي، وبمر بظروف وحشه. ما انا كمان ظروفي. جبت لك معايا 500 جنيه. مشي نفسك بيهم دلوقتي. ماشي كلامك يا احمد يا زاهر.
خطوة عزيزة. شكر يا إلهام. أهلا. أنا جاي لنادي ردوك العزومة. حكيم أنا راجل جدع، اللي يصرف عليا قرش أصرف عليه قرشين. حلو أوي. إزازة ويسكي من فضلك. قلبي حبك يا أبو حجاج. والله وأنا. إيه رأيك؟ أول ما شفت أبو حجاج سألت بوشه. في ناس كده وشها يجلب الخير. أهو أنا قعدت معاك مرتين. ربنا أكرمني آخر كرم. خلاص، أنت بقى تاخدني في بطخ على طول. على طول. وإحنا في ديك الساعة يا أبو حجاج. تعالى. ثلاثة. ده انت ظريف قوي يا استاذ محمود. محسوبك اخر جدعنه. يعجبك قوي. اضرب الضربه ما تخيبش ابدا. وممكن اضرب عصفورين بحجر. واحيانا ثلاث عصافير. وممكن دسته. ما هي دي اللي اسمها ضربه معلم. ما هو الانسان حاجه من الاثنين. يا يكون مطرقه ويضرب باستمرار، يا يكون سندان ويستحمل الضرب. وانت يا اموره، مطرقه ولا سندان؟ مطرقه. حلو. وانت يا ابو حجاج؟ مطرقه زيها. نبقى احنا الثلاثه مطارق. ندور بقى على السندان. صباح الخير. ايه ما صحتنيش بدري ليه؟ ده انت نايم واخري خالص، قلت اسيبك ترتاح شويه. طيب ايه، مش هتفطر؟ اصلي اتاخرت. طب ما تنساش حفله الجمعيه النهارده. يمكن ما اقدرش اجي. لا يا حسين، ارجوك، دي الحفله السنويه وانت معود الجمعيه انك تحضرها. احاول. بقولك ايه، تفيده هانم رئيسه الجمعيه مأكده عليا، لازم تحاول باي شكل. والنبي ربنا يسهل. مع السلامه. محمود، اتداريت هنا عشان ما حدش يشوفني. في ايه تاني؟ فلوس. انت مش لسه واخد 500 جنيه؟ راح لزوم اللبس. شوف انا دلوقتي بقيت شيك ازاي؟ اصل المجتمع بتاع مظاهر، الناس بتشوفك لابس شيك ما تعرفش اصلك وفصلك ايه. المهم انك شيك قدامهم. انت هتكتب لي شيك؟ دي فلوس حقيقي يا محمود، ولا انت فاكر اني انتصف نظري لو كان ده قصدي؟ الطبع والتزوير كانوا زمان، انما دلوقتي ده احنا ولاد الشرف والامانه. احمد، اذا كانت الفلوس هتزعلنا من بعض بلاش. مش عايز. اتفضل. متشكر. اشوف وشك بخير يا احمد. باسم جمعية الطفولة السعيدة وباسم أبناء الجمعية، نشكركم على تشريفكم حفلنا المتواضع. رجينا من الله أن يديم الخير في قلوبكم. وفي البداية نخص بالشكر الأستاذ حسين رمضان على مساهمته الإيجابية في كل أعماله التي قدمها للجمعية، كما نقدم الشكر للسادة المساهمين بالتبرع لبناء بيت اليتيمات. 50 جنيه السيدة علي حسين. 20 جنيه السيد محمود أبو زيد. 50 جنيه فاعل خير. 10 جنيه السيد يسري الحكيم. 250 جنيه الأستاذ محمود شكري. حب الخير ده وراثه.
والدي الله يرحمه كان لما يقابل شحات يطلع كل اللي في جيبه ويديهوله. على رأي المثل اعمل الخير وارميه البحر. مفيش خير بيروح أبدا. يروح يروح إزاي؟ اللي يعمل خير لازم يلاقي خير. اتفضلي. ميرسي. ما احنا لو بنحب بعض وبنعطف على بعض ما كانش يبقى في مجتمعنا واحد حرامي أو مجرم. يا ريت كل الناس بتفكر زيها. الفقر يا صحر هانم هو المتسبب في الإجرام عموما. لو ما اديناش المحتاج بمزاجنا هياخد غصب عننا. حاسب يا حسين. ايه يا حسين في ايه؟ انت سرحت ولا ايه؟ انا نازل هنا اصلي رايح ازور واحد صاحبي وصاحب حسين. انت مش فاكره؟ الهامي ده نفسه يشوفك يا اخي. برضو الاصحاب القدام لهم عليك حقوق ولا منك كبرت؟ سلمني عليه. الله يسلمك. مع السلامة. يوسف وخايفة ليه؟ ابن عمك وجاي ياخد معاكي كاس فيها ايه؟ افتحي. احمد زاهر اللي بقى لعبه في ايديكم. ايه يا حسين بيه؟ اديني جيت لغايه عندكم. ممكن افهم عاوزين مني ايه؟ كل خير. جايين تحاسبوني بعد السنين دي كلها؟ فاهمين اني هربت بشنطه الفلوس؟ في حد يبقى عايز ينفد بجلده من البوليس ويدور على فلوس عشان ياخدها معاه؟ يا احمد انا ما اعرفش حاجه ابدا. ايه الحكايه يا محمود؟ ما تعرفيش انه خد مني 500 جنيه في 750؟ وكل ما بروح في مكان بلاقيه قدامي. اسمع يا محمود يا شكري، اذا كنت بتتحداني انا اقبل التحدي. فاهم؟ اقبل التحدي. على ايه ده كله؟ طب امتص في نظري، ما قصدي حاجه ابدا. محمود يا شكري، انا من يوم ما هربت وانا عايش بشرفي. كل اللي كونته ده من عرق جبيني. الفلوس دي حلال حلال حلال. خلاص يا احمد حلال. ان كنت بتزعل لما بتشوفني مش هوريك وشي تاني. انا اصلي كنت متعشم، لكن خلاص امتص في نظري ما انا موريك وشي تاني. احمد احمد مش كنت تستريح النهارده كمان؟ لا الحمد لله انا بقيت عال قوي. طب ما تنساش لو صاحبك محمود كلمك ابقى اعزمه على عيد ميلاد هبه، لان تفيده هانم رئيسه الجمعيه جايه وعايزه تشوفه. محمود شكري سافر. مش هيرجع قريب؟ سفريه من سفرياته اللي بيقعد فيها سنين طويله. يا خبر. طب وتفيده هانم؟ خليها تدور لها على عريس تاني بقى. باي باي. مع السلامة. حسين أرجوك من غير عصبية ونرفزة. صباح الخير قبل. صدقني من غير حلفان أنا صعبت عليها نفسي. إيه اللي يخليني كل يوم والتاني هاجي أطلب منك فلوس؟ الطمع والإجرام. هيكون إيه غير كده؟ لا يا حسين، أنا جاي النهاردة عشان أحتفظ بصداقتك. وعشان كده هقطع العرق وأسيح دمه. هختفي من حياتك وده الحل الوحيد. اديني 20,000 جنيه وكل واحد مننا يروح لحاله.
20,000 جنيه حقي بالمليم طبعا مع حساب الارباح والفوايد واللازم من ما عنديش فلوس ما عنديش هو انا عايل قدامك ده انا محمود شكري لحم كتافك ده من خيري انا اصحى فوق لنفسك ولا لازم انا اللي صحيك اذا كنت عايز تقول للدنيا كلها ان انا احمد زاهر روح قول لا مش هقول للدنيا هقول للحكومه والحكومه بقى هي اللي تتصرف تقول لسحر هانم والهبه الاموره والجمعيه ده شغل الحكومه بقى والصحافه انا ليه اتعب نفسي اقول لدول كلهم صدقني يا محمود المبلغ اللي انت طالبه مش ممكن اقدر اجيبه لك والمبلغ لازم اخده مستحيل هدي لك موعد 24 ساعة وهتصل بيك عشان تحدد الميعاد يا خبر ابيض يا سحسين بقى ده كلام مش ده كان طلبك كان يا مكان السوق نزل ما اقدرش اشتري يعني مش محتاج البضاعة مفيش مانع اشتري بس انت هتبيع بخسارة شوية خسارة ليه خدها زي ما انا اشتريتها ما اقدرش ومين يدفع فرق هبوط السعر الفرق كبير يعني بالنسبة للوط بتاعك في حوالي 2000 جنيه خسارة 2000 هو انت مش في السوق ولا ايه شكرا برافو مساء الانوار اللي قاعد على البار اهلا استاذ محمود اتفضل شايل الدنيا ليه اصل الطول اللي شايلها تعب قلت ريح كاس هنا عبس اوعى تزعل ثانيه صحتك بالدنيا معنى كده ان انت مبسوط انا عمري ما زعلت الا اذا كان ما معيش فلوس اه انا بقى طول عمري زعلان ومتنكد يا اخي ده انت محوالي اخبط لك خطه خد شنطه مليانه في يوم وما تحولهاش لموظفين حولها لنفسك والسجن سجن هو يعني كل اللي بيسرقوا بيخشوا السجن انت لو بصيت حواليك تلاقي كتير من دول بيسرقوا الجرسون بيسرق البرمن والبرمن بيسرق من المخزن والمخزنجي بيسرق صاحب المحل والرقاصة بتسرق الزباين والزباين بيسرقوا بعض ملك منظمه سيدك موضة اه ده الواحد بيسرق نفسه يا راجل بس في بيسرق وما بينكشفش وغيره بيتفقس وبيقولوا ان سرقت اسرق جمل بس انا لو سرقت جنيه هتحبس ما هو من هبلتك جنيه زي 10 زي 1000 وكل ما كبر المبلغ يبقى شكلك احسن قدام القاضي طب ده انا في اول كل شهر بيبقى في خزنتي حوالي 30,000 جنيه يا سلام وساكت يا ابو حجاج وبقالك كتير بالحاله دي بقالي 7 سنين 7 سنين دي كفايه المحامي يقولها تطلع براءه بعد سنه تحقيق قصدك ايه انت مش عايز تجوز الهام طبعا بيقولوا في المثل فقيره تتجوز فقير يخلفه شحات صغير تموين كل شهر ما تبحلقش قوي كده ده احنا غلابه غرقانين فيها وعطشانين ليها احمد جبت الفلوس عملت المستحيل ما امكنش 20,000 جنيه عارف دول يساوي ايه محمود ارجوك ارجوك تقدر ظروفي انا مسكين يا احمد يا زاهر انا بتحسر على الايام اللي فاتت الايام دي انتهت يا محمود انا ما رجعت لهاش من يوم القضيه وايه المانع انك ترجع لها تاني مستحيل مفيش حاجه اسمها مستحيل انت لسه فيك روح زمان بس مستخبيه وانا اللي هطلعها لك الظروف اتغيرت لكن انت ما اتغيرتش اللي فات مش عايز يرجع تاني كانت احلى ايام حياتك
انت لازم ترجع زي زمان. انا عندي عملية كبيرة ولازم تساعدني فيها. ما اقدرش ما اقدرش. اي حاجة من النوع ده ممكن تهدم كل اللي بنيته. انا مش هقبل منك اي اعتراض. ما اقدرش حقيقي ما اقدرش. انت خايف محمود. انت مش فاهمني. انا سعيد باللي انا فيه، مش محتاج اي حاجة تانية. حقيقتي بقت ماضي مش لازم اي حد يعرفه. ما تفتكرش انك بعدت كتير عن الماضي اللي انت بتقول عليه. انت بس اللي فاضل منه. وانت بتتمنى ان انا ما اكونش موجود خالص. ميت مش كده؟ عموما انا هريحك من وشي بعد العملية. دمار ممكن يضيع حياتي كلها، انا وبيتي وبنتي. حياتنا اللي فاتت كانت كلها قمار. انا حسيبك عشان تفكر امتى هتبتدي، لانه خلاص يا اما هتزيف يا اما هترجع للي عايزينك. قلتليش ليه انك هتتأخر؟ حسين، ايه اللي جرى؟ انت عمرك ما سهرت بره. في ايه يا حسين؟ مالك يا حبيبي؟ سهر عملية مضمونة 30,000 جنيه. ناوي تسرق خزنة؟ وأنا وش خزن برضو. دي فلوس بتاعت زمان اللي بيعملها أحمد زاهر. أنت جننت يا محمود، البوليس دلوقتي مفتح عينيه. وأنا كمان مفتح ومش هرجع السجن مرة تانية. وأحمد زاهر وافق؟ ده كان هيطير من الفرح لما عرضت عليه الخطة. خطة مضمونة ما تخرش المية. الفلوس المزيفة هنستبدلها من الخزنة بتاعت المحول. يوسف هو يفضي الخزنة من اللي فيها وانا املاها له تاني. عملية استبدال نكسب فيها 30,000 جنيه. محمود مالكش دعوة بيوسف، انا مش عاوزك تجره في الطريق ده. انت عبيط ولا بتستهبلي؟ انا بحب يوسف. وانا كمان بحبه وعاوز اعمل له مستقبله ومستقبلك انت كمان. احنا سعداء كده وهنتجوز. فقيرة تتجوز فقير يخلفه شحات صغير. انت لسه ما نمتش؟ قلقان شوية. الأيام دي بتقلق كتير. مشاكل. مش عايز تحكيلي. لو ما قلتش أسرارك لمراتك هتقولها لمين أمال؟ أنا عاوز أقولك لكن. لكن إيه؟ قول اللي في قلبك مهما كان لازم تقول يا حسين. هضايقك معايا وأنت مالكي الذنب. ده أنا شريكتك. شريكتك في كل حاجة، شريكة حياتك. ليه بتخبي عني؟ جايز تندم يا سحر. اندم على ايه؟ على ايامنا اللي فاتت. لو عرفت اني خبيت عنك حاجه من يوم ما اتجوزتك. هتخبي عني ايه؟ كنت متجوز واحده تانية؟ لو كنت
أنا كل أصحابي بيحسدوني عليك، ده أنا بحسد نفسي. سحر بلاش أوهام يا حسين، أنت جوزي وحبيبي، ومهما كان الشيء اللي مخبي عني عمره ما هيهدم سعادتنا. أنا سعيدة بيك وحفضل سعيدة طول عمري. يلا بقى ننام. هبة، بابا طول الليل سهران. سهران فين؟ وبعدين يا هبة هتتأخري على المدرسة؟ ما أنا هرجع مش هلاقيه، وبكرة عيد ميلادي. لا يا حبيبتي هتلاقيني، يلا العربية دي. باي باي يا ماما. باي باي يا روحي، مع السلامة. يا حسين موافق؟ انت طبعا سألت في السوق وعرفت ان المبلغ اللي قلت لك عليه هو المظبوط. خلاص بكره اكون عندك بالفلوس. عيد ميلاد هبه عقبال 100 سنه، تتربى في عزك يا ابو هبه يا غالي. يا شهير، الهيصة والزينة المعلقة دي عشان ايه؟ عشان اعرفك بكل اصحابي واقول لهم ده يبقى جده. اه يا شهير. اهلا تفيدة هانم. ايه الشياكة دي كلها؟ سيدي العريس اللي كلمتيني عنه ده سافر يا تفيدة هانم. ها؟ سافر؟ جت الحزينة تفرح ما لقتش مطرح. قاعد لوحدك ليه يا حسين؟ ابدا يا عمي، لغايه دلوقتي مش قادر افهم ايه اللي يخليك تبيع بالخساره الكبيره دي غصب عني. طب فهمني ولا سر؟ لا مفيش اسرار، انا اديت كلمه لمعلم كرم وما رضيتش ارجع فيها. لا الحكايه غير كده، انما انت حر اهو، المال مالك، اتصرف زي ما تحب. جدو سجل لي كلمه على الجوردر. حاضر تعال. كل سنة وانت طيبة يا هبة، وان شاء الله اشوفك دكتورة عظيمة. استاذ محمود حمد لله على السلامة. الله يسلمك. رجعت امتى؟ منين؟ من السفر. اه حسين قالك؟ ايوه والله انا كنت هسافر لكن اجلتها شوية. فين هبة موال؟ موجودة. كل سنة وهي طيبة. لعبة عسكر وحرامية الهبة. ميرسي. تعالى معرفك على بابا. بابا بابا. اهلا يا عمي، محمود شكري صديق قديم لحسين. اهلا وسهلا، اتفضل يا ابني. اتفضل. حسين انت سايب الناس وقاعد هنا؟ تعالى محمود جه. محمود؟ ايوه. كل سنة وانت طيبة يا هبة، عقبال ما تنجح في الجامعة وتبقي دكتور، وأنا كمان أبقى دكتور، وأنا كمان أسجل لك يا هبة. أنا يا عمي أحب الرحلات، أغلب وقتي بقضيه متنقب في ربوع أوروبا. أنا كمان أحب السفر موت. كده؟ آه. أهلا يا حسين بيه، مبروك عيد ميلاد هبة، ربنا يخليها لك. يلا يا جماعة اتفضلوا هنطفي الشمع. هبة تعال.
خير يا حسين بيه. بكره هتكون عندك الفلوس اللي انت عاوزها. فلوس ايه يا راجل؟ انت فاكرني رجعت في كلامي ولا ايه؟ انا مش عايز فلوس. نعم انت عندي اغلى من مال قارون كله. انت قصدك ايه؟ يعني بدل ما تخسر فلوسك هتشتغل لك يومين؟ احنا كنا اتفقنا خلاص. مش هشتغل يا محمود يا شكري، مش هشتغل. انا خلاص جهزت كل حاجه، المكن والورق والاحبار والمكان، هيكون مفاجاه، مفيش مخلوق هيعرف طريقنا. انا خلاص نسيت التزييف. لكن انا منسيتش، والحكومه برضو لسه فاكره القضيه، يعني مدوا ايديهم يطلعوا الملف وهيلاقوا فيه بصماتك ولون شعرك وعينيك الحلوه. محمود يا شكري. احمد يا زاهر، كلمني من غير عصبيه. الكلام ده كان زمان قبل ما اظهر في المجتمع. مجتمع؟ مجتمع يا جدع. صح صح. تحب اقف وسط الناس اللي هنا واقول لهم حقيقتك يا احمد يا زاهر؟ اعريك قدامهم واقول لهم انك هربان من البوليس. الو؟ ايوه انا. بتقول ايه؟ انا جاي حالا. قال انه نتيجة اختناق. الحمد لله جت سليمة. الحمد لله. المهم دلوقتي ما تفكرش في حاجة. الفلوس بتروح والفلوس بتيجي. مع تمنياتي بالشفاء. إلهام. مين إلهام دي يا حسين؟ إلهام؟ ما أعرفهاش. يمكن قصدهم إلهامي؟ صاحبك أنت ومحمود. جايز جايز غلطوا في الاسم، اصلهم دايما يغلطوا. انت مين اللي قالك تبعت بوكيه ورد باسم؟ الراجل في ازمه ولازم يحس ان كل اصحابه وحبايبه حواليه وواجب تزوريه. مش كفايه اللي عملته فيه؟ عاوز ايه كمان؟ عاوز تخرب بيته؟ عاوز افوقه. حرام عليك، انت دمرت حياته علشان يبتدي حياه جديده. انت كل اللي يهمك مصلحتك وبس. ومصلحتكم كلكم. هبطلكوا حكايه الامانه والشرف اللي صابتكم وانا غايب. انت انسان ما عندكش رحمه. رحمه؟ بعد ده كله بتشك في رحمتي؟ انا كان ممكن اجرجركم كلكم معايا في السجن لولا رحمتي. وبعد ما خرجت عايزين كلكم تتبروا مني. ده انتوا اللي ما عندكوش رحمه. طب ويوسف؟ يوسف ذنبه ايه؟ يوسف هو مفتاح السعادة بالنسبة لنا. دي فرصة مش ممكن أسيبها تفلت من إيدينا. العملية لازم تتم، ومش هسمح لأي حد يقف في طريقي. وبعد العملية كل واحد يروح لحاله، وهسيبكوا للشرف والأمانة. ده اللي لازم تفهميه لأحمد وتقنعيه، وبلاش يعاند. إلهام، إيه اللي جابك؟ ما تخافش، أنا قبل ما أجي اتصلت بالبيت وعرفت إن المدام مش هنا. أيوه، بس أنا جاية أقول لك كلمتين وهمشي على طول. مفيش أمل يا أحمد، محمود مش ممكن هيسيبنا. وأنا مش ممكن أنفذ اللي في دماغه. يعني هتعمل إيه؟ هقتله. أنت مجنون؟ تودي نفسك في داهية؟ أنا كمان زيك يا أحمد، مش عايزة أجر يوسف للطريق ده. أنا بحبه وهو بيحبني، لكن محمود شكري شطان. يا
طمع عمي عنين يوسف وصدق كلام محمود، مع ان يوسف انسان طيب وعلى نياته، لكن محروم. انا خايفه عليه يا احمد، مش عارفه اعمل ايه. لازم نفكر بعقل. انا هسيبك دلوقتي، لكن لازم نتقابل ونتكلم. ارجوك اتصل بيا في 8250. انا اسفه، الظاهر غلطت في الاوضه. انت عارف معنى كلامك ايه يا استاذ محمود؟ ارجوكي ما تبقيش عصبيه، انا يمكن اتكلمت بجرأة شويه، لكن ده غصب عني. البني ادم ملوش حكم على قلبه. انا مرات حسين يا استاذ محمود، وحسين يبقى اعز اصحابك، ولولا انك في بيتي ومش عايز حسين يشعر بحاجه انا كنت. ارجوكي ارجوك انت اطلع بره. طب بس اسمعيني للاخر، مش يمكن لو وافقتي تقابليني هتقدري تعرفي حاجات كتير اعتقد انك ما تعرفيهاش عن حسين؟ مش كده؟ دي لعبة قديمة يا محمود بيه، جوزي انا واثقة فيه. طب نتفق، انا هديلك نمر التليفون 8250، ده تليفون واحدة اسمها الهام. بيتهيالي انك سمعت الاسم ده قبل كده. ابي اساليها على حسين بيه، هي تعرفه كويس، وبعد كده ابقي فكري. وانا على العموم تحت امرك. اطلع بره. اهلا وسهلا، مساء الخير يا حسين بيه. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ جاي اقول لك فداك يا اخي، الفلوس عمرها ما عملتنا، طول عمرنا احنا بنعمل الفلوس. مالك بتبص لي كده ليه؟ اوعى تكون بتشك فيا. الحمد لله اني كنت موجود معاك وقت الحادثه. انا عارف انك انت اللي ورا الحادثه، ومش هسيبك يا محمود يا شكري. هتبلغ عني؟ هتقول ايه؟ وقلقت بيك. انصحك بلاش تهور، وسيبك من الاوهام دي، وقول لي هنبتدي امتى؟ مش هزيف. ده اخر كلام؟ ايوه. الو مين؟ لا يا فندم، دي مش نمرة احمد زاهر. حاجة غريبة، كل شوية احمد زاهر. احمد حسين، انت خارج؟ عندي ميعاد مهم مع مندوب شركة التأمين. آسف يا أستاذ حسين، ده قانون، ما دام مدة التأمين انتهت لا يمكن الشركة تدفع. لو سمحت تمضي هنا وبأشرف سيادتك قبل رئيس مجلس الإدارة، ولو إن الأمل 1%. مالك يا حسين بيه؟ أنا آسف بس تعبان شوية. الو، قلت لك الف مره ما عنديش الاسم ده، ما عندناش حد اسمه احمد زاهر. تمانيتين خمستين صفر، ده تليفون واحده اسمها الهام. مالك يا حسين؟ لا ابدا، ما
فيش، ارهاق من الشغل. الو الهام هانم، ممكن اكلم الاستاذ حسين رمضان لو سمحتي؟ حسين رمضان؟ مين بيتكلم؟ احنا جمعيه الطفوله السعيده. الاستاذ حسين كان ادانا النمره دي الصبح عشان نتصل بيه، يا ترى هو موجود؟ الو. ايوه بقول يا ترى هو موجود؟ الاستاذ حسين ما بيجيش هنا يا فندم. مين اللي كان طالبنا؟ ابدا، الظاهر انها كانت نمره غلط. يوسف انا مش مطمنه للحكايه ايه هادي ابدا. يا شيخه بطلي خوف بقى، انت اصلك ما تعرفش محمود شكري. ارجوك يا يوسف، ارجوك ابعد عن السكه دي، ابعد عن محمود شكري، بلاش تحط ايدك في ايده. محمود ده عبقري، والعمليه زي ما فهمني هي خبطه العمر مره واحده بس، وبعدها نرتاح من الشقه وترتاح انت من السهر ومن الشغل. يوسف انا بحبك يا يوسف، وعلشان كده يا حبيبي مش عشان بحبك هحط ايدي في ايد محمود، هي مره واحده وبعدها مش هنخاف ابدا ابدا ابدا. قلتلك ألف مرة ما عندناش حد اسمه أحمد زاهر. حسين. نعم. جواب مسوجر جالك. من مين؟ معرفش. اهو انا اتاكدت دلوقتي ان الارض كرويه، تلف تلف ونرجع نتقابل عند امي. Thank you.
استاذ يوسف. اهلا. ده الزبون اللي هيشتغل معانا. انا قلت لمراتي اني مسافر اسكندريه يومين. ويومين كتير كمان. كل شيء جاهز يا حسين. دي من النوع الجديد مش ممكن تزويره. ولا تزعل. خلينا في القديم. من فجأة دي متاه. يا بنتي أنا رأيي طولي بالك. إن بعد الظن اسم. أنا حاولت كتير يا بابا عشان أعرف هو ماله. لغاية ما اتأكدت بنفسي. مش جايز تكون واحدة لها علاقة بشغله؟ بابا عمر شغلنا ما كان له علاقة بستات. أيوه يا بنتي بس أنا مش عارفة أعمل إيه. يا سحر حسين بيمر بأزمة شديدة في شغله. واجبك الوحيد إنك تقفي جنبه لغاية ما يمر من أزمته. وأدوس على كرامتي. لغاية ما نتأكد. لغاية ما تتعدل ظروفه. ده اللي واجب تعمليه. عموما أما أجي من السفر هكلمه. انت مصدق حكايه السفر دي؟ دي حجه عشان يقعد معاها كام يوم. سحر انت طول عمرك عاقله. انت مش مصدقني؟ طب انا حاسبت لك. تحاوليش تنكري. محمود شكري فهمني كل حاجة. محمود شكري كذاب. انت اللي كذابة. وطمني. أنا هسيب لك حسين وطمني لما يرجع إنه مش هلاقيني في البيت. لكن بالنسبة لك انتي لا. وهبة
هيبقى زمايلها في المدرسة هيعيروها بأبوها. مش ممكن، مش ممكن أبدا. وناوي تعمل إيه؟ هعمل إيه؟ مش عارف، مش عارف. أنا خايف عليك يا حسين. وأنا طول عمري خايف من الماضي، خايف لا يرجع تاني. ما تروحش يا حسين. هيجيلي تاني، هيفضل ورايا يهددنا ويضيع مستقبلنا. لازم أروح وأكمل. مفيش أي طريقة تانية. أبلغ البوليس والحبس؟ لا لا لا، عشانك وعشان هبة لازم أروح. وافرض اتمسكت يا حسين؟ يبقى ربنا عايز كده، عايز يديني جزائي بعد السنين دي كلها. يا ريت كانت قبض عليا مع محمود وانتهينا. حسين حسين حسين، العملية بكرة، احنا هنخرج من هنا كل واحد لوحده، ويوسف هيروح شغله بشنطة فيها هدومه ويدخل المصنع، وعلى الباب قدام البوابة هحتك بيه، الشنطة هتقع وتتفتح، هلم معاه الهدوم لغاية ما يقفل الشنطة، وبدل ما ياخدها ويدخل ياخد شنطتي. بقى البواب شاهد انها مليانة هدوم، وهي في الحقيقة مليانة فلوس، يطلب أجازة ويفهم الكل إنه مسافر في قطر الساعة 2، وعشان كده جاب شنطته. الصراف هيسلمه المبلغ زي أول كل شهر، يستلم منه، وبعد ما يمشي يستبدل العملة بمنتهى الحرص ويصرف الماهيات من فلوسنا احنا. وأحمد زاهر هيكون واقف مستنيه قدام البوابة ومفتح عينيه. هتبضع النهارده يا راجل، دي مصروفه مقدم، البقال والجزار وصاحب البيت، يا ريت هي بس تسد الديون. انا هتجنن، كل شهر ادفع لي 7 8 جنيه للاجزخانه. امال انا اعمل ايه بقى؟ اخر قسط هدفعه النهارده للبوتاجاز عشان حماتي توافق اننا نكتب الكتاب. عليك يا حسين. بابا انا نجحت يا بابا. لا
لازم اسدد حسابي القديم. انا حاولت كتير اهرب من الماضي، لكن الماضي عمره ما كان هيسيبني. خدي بالك من هبه يا سحر. تفضل تفضل. حسين